على وقع الأزمة الخليجية التي فجرها سحب سفراء السعودية والبحرين والإمارات من قطر، عقد وزراء الخارجية العرب في غياب وزير خارجية قطر خالد العطية اجتماعهم الدوري 41 بعد المئة تحضيرا للقمة العربية المرتقبة في الكويت في وقت لاحق من الشهر الجاري. مقعد سوريا بقي شاغرا تنفيذا لقرار سابق من الجامعة العربية، ولكن الأزمة السورية كانت حاضرة بقوة في الجلسة، ولا سيما من خلال كلمة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربة، الذي دعا المجتمع الدولي للإسراع بإمداد الثوار بالسلاح النوعي. إننا نتوجه إليكم لنجدد دعوتنا بضرورة وضع هذه المنظمات ومعها حزب الله بكل فروعه والمنظمات العراقية الفاشية مثل أبو الفضل العباس وتنظيم دولة العراق والشام داعش وما شاكلها في لائحة الإرهاب العربية ورفعها إلى العالم، وإعلان هذه الجماعات ككيانات غازية لدولة عربية عضو في الجامعة العربية والتعاطي معها على هذا الأساس. كما نجدد دعوتنا للجميع من دون استثناء بضرورة دعمنا والطلب إلى المجتمع الدولي الإسراع بدعمنا بالسلاح النوعي الذي وعدنا به. أما الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي فأشار إلى أن الكارثة السورية لا تزال تلقي بثقلها على البلاد، مبديا خشيته من أن تتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات. وأوضح العربي أن مجلس الأمن الدولي حتى الآن عاجز عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في سوريا. عن الاطلاع بمسؤولياته لوقف هذه المأساة.